جاب سيرته في وسط موضوع، قلت اسمع، قلت يمكن احن تاني ويمكن ارجع. والكلام جاب بعضه، فجأة بدأت أركز. قالوا عايش عادي، قالوا كلام ينرفز. سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها. حاولت أتوه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها. كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، وأخاف لا ضعفي يبان في عيني. يا أرض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيا. ما قدرتش اهرب من كلامهم، خفت امشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، واخاف لا ضعفي يبان في عيني. يا ارض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيا.